يبدع روائي شهير ستيفن كينج في رسم الشخصيات الشريرة، ولذلك فإنها عادة ما تكون مميزة بالأعمال السينمائية المقتبسة عن روايته. أحد الأدلة القاطعة على ذلك شخصية الممرضة آني ويريكس، والتي تقودها الأحداث إلى لقاء كاتبها المفضل بول شيلدون، لكن تتغير معاملتها له حين تعرف خططه المستقبلية لإحدى رواياته والتي لا تروق لها، فتشرع في تعذيبه لإجباره على تغيير مسار الأحداث، مما يجعلها واحدة من أكثر الشخصيات الشريرة جنونا في عالم السينما. شخصية لها جنون آني ويليكس كان يصعب تصديقها، إلا أنها جسدت على الشاشة ببراعة واتزان، وهو ما نجحت في تحقيقه الممثلة كاتي بيتس، والتي نالت جائزة الأوسكار عن هذا الدور نظرا لتعقيداته الشديدة. وقد عرض فيلم ميزيري للمخرج روب رينر عام 1990 بعد 3 سنوات فقط من إصدار الرواية المقتبسة عنها. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.